أيبوكة حبيبتي. آه بسم الله الرحمن الرحيم. لك ليش هيك طالعة مثل الخفاش؟ هذا مكياج مصاصية الدماء. لك طالعة كتير بتخوفني، ما بتوقع يقبلوا يفوتوكي على الحفلة بهالمنظر هاد. امسحي هالمكياج لشوف، رح أعمل لك مكياج أحلى. لا أمي ما بيصير، أنا مصاصة الدماء وأساساً هي فكرتي المميزة مشان الحفلة التنكرية. والله ما لي شايفتها فكرة مميزة يعني، بس أنت كتير بتخوفي هيك حبيبتي. كتير منيح، معناتها مكياجي حلو ظابط. أنا عقلي ما بيستوعب جنانكن هاد. اسمعي شو بدي قلك، الولد اللي اسمه بيرك ليش عطى مصاري لأبوكي؟ مو كنت عم أحكي مع أبي بالمدرسة؟ هو بالصدفة سمع الموضوع وشاف قديش نحن زعلانين، لهذا السبب عطى المصاري. آه يعني هالولد فجأة تحول لشخص طيب وصار يساعد كل الناس المحتاجين؟ شو بحرفني أمي؟ هو حب يساعدنا غلط يعني؟ لا ما غلط، الله يسلمه، قدم لنا معروف كبير يعني. ما بعرف وينه أوجان؟ راح مشان يجيب أميرته. ايه منيح كتير. أبيك تعالي ساعديني شوي. ها لروح وساعد آسيا مشان ما نتأخر كتير، عطيني بوسة. لا 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 تبوسيني مثل الخفاش طالعة، روحي من وشي روحي. انتي خسرتي بوستي أمي، بالناقص من هالبوسة. هلا يا واسع هلا هلا هلا، مركبك راجع هلا هلا هلا، بسمتك ليلة بسمتك ليلة. معقول على فكرة طالها أحلى بنت بالعالم؟ إيه هذا هو؟ أنتي فاجأتيني ها؟ لابقين لبعض يا عيني. مظلوم انت اهتم بالطاولات يلي بهذاك الطرف، وجميلة انت هون. طبعا طبعا قدير بيك، على عيني تكرم. بس لسه ما خلصت من تقديم المشروبات. ماشي. وهالطاولة كمان، الإضاءة والمشروبات والحلويات تمام. يا عيني يا عيني يا عيني، لكان انت خليكي واقفه عندك وعم تشربي وتاكلي. طبعا هاي الحفله لابوكي يا خانو، انت بدل ما تكوني عم تشتغلي واقفه وعم تاكلي وتشربي مثل ما بدك. شو اللي عم بتساويه يا ورد؟ بما انه نحن ثنائي حبيت نلبس مثل بعض، شو رايك؟ حلو علي. حلو عليكي بس طالع علي احلى. لا هاي مسحه بس، ناقصني صينيه مظلوم، إذا بتعطيني صينية وقتها منقدر نقضي وقت أكتر مع بعض. كيف يعني؟ تشتغلي معي؟ إيه وردتي، ما بيصير يعني؟ كيف يعني ما بيصير؟ هاليوم رح يكون حلو ورح لقي لك أحلى صينية. تعالي يلا. امشي مرحبا، حركي بسرعة عنا كتير شغل. يلا يلا. شو رأيك بيرك؟ كيف؟ والله 10/10 يا أخي، أنت طالع حلو كتير.
وانت مانك سيء. يا ترى حكيت مع ايبه؟ حكيت معه ورح تكون هون بعد دقيقتين، بس تأخروا كأنه. البنت الغجرية اللي سرقت لي أحلامي، انت كتير حلوة. بتشكرك كتير، وانت كمان طالع كتير حلو. شكرا لك. ما عم صدق كيف الإنسان بيقدر يكون بيخوف ويكون حلو لهالدرجة بنفس الوقت. حبيبتي طالعة بتاخدي العقل. وانت كمان بتخوف وحلو كتير حبيبي. وين عمر يا جماعة؟ والله ما بعرف، لسه ما اجا. عن جد وينه؟ على أساس يجي من الاستوديو لهون فورا. توقعتك تجي بلبس عامل المجلة، بس والله طالعين حلوين وبتجننوا. عن جد انتو الاثنين هاللبس لابق لكم. استاذ الموسيقى امير هو ساعدني وعطاني هدول التياف. وسوسن ما لعبتي دور الاميرة هاي السنة، سويتي شي مختلف. انا حبيتكن مثل عمر. فكرة الموتور رائعة. ايه رائعة، بس للأسف ما عندي رخصة سواقة موتور، ما أنا من نصيبي. أنا برأيي أنت رائع كتير يا عمر. على فكرة أنتو كمان طالعين كتير حلوين. بس أنت من وين جايب هدول الثياب؟ لا تقلي من عند أخي مظلوم. لا مو هيك، ميليسا جابت لي إياه من البيت. يلا خلينا نروح نشرب شي. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، عن جد كلياتكم طالعين كتير حلوين. ايه صحيح، وكأنكم مثل شخصيات الأفلام. بس انت تعرف انك يا عمر طالع أسطوري؟ مرحبا ميليسا، انت طالعة كتير حلوة. بتشكرك كتير، وانت كمان طالعة كتير حلوة. بالمناسبة انتو الكل كلياتكم طالعين كتير حلوين. على الأغلب اللبس تبعكم فكرة كاهان، ما وهو قرر تكونوا سوا. ايه بالضبط، قعدنا سوا وحكينا بالموضوع وقررنا مع بعض. دوروك انا بترجاك لا تزعل مني، لأنه بالعادة أنا وياك كل سنة منكون ثنائي سوا. لا أنا ماني زعلان، ما في أي مشكلة. ماشي يلا خلينا نشرب شي. وأكيد نحن ما رح نضل واقفين هون. إيه انت بدك تشتغل طول الليل؟ ايه بس ما رح اقدر بعد عيوني عنك لهالسبب، ما رح اقدر اشتغل منيح. تيست 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 تيست، لو سمحتوا رح اخذ منكن بس ثانية. طلاب مدرسة أتمان الخاصة، أمهاتهم الرائعات والكادر التعليمي اللي هن فخر هاي المدرسة. هاي الحفلة نحن منساويها كل سنة بمدرستنا، أهلين فيكن. شكرا 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 لكم. مثل ما بتعرفوا يا سادة أنا ما بحب إني أحكي كتير، كمان ما بدي ضيع لكم وقتكم ابدا. لهذا السبب ما رح اخذ من وقتكم كتير. انا بتمنى تنبسطوا بالحفله.
عكف عكف وقف، لا تنسى تخبرهم مشان التصويت. ها عفوا، كان المفروض خبركن عن شيء مهم كتير رح يصير بالحفلة، زوجتي الغالية هي ذكرتني فيه. مثل ما أنتوا بتعرفوا كل سنة في عنا عادة اختيار ملكة وملك مدرسة أتمان الخاصة بالحفلة، ونحن رح نستمر بهي العادة. كل اللي بدهم يشاركوا بالتصويت هي الصندوق موجود قدامكن وفي الوراق. أنا بتمنى من كل الموجودين يأكلوا ويشربوا وينبسطوا لآخر درجة، وأنا كمان رح كون موجود معكن، ما رح طول أكتر. أهلين فيكن وانبسطوا كتير. يلا لشوف. حبيبة قلبي انتي طالعة حلوة كتير، طبعا مو بس هلأ، انتي دائما بتاخدي العقل. شكرا يا حبيبة قلبي انتي. بتشكرك كتير. كيف؟ كأنه الكل اجوا على الحفلة وما ضل حدا وما اجا، مو هيك؟ بس انا ما شفت سوزان اجت لهون، على الاغلب ما رح تجي. تركينا من سوزان ولا تهتمي فيها، بالناقص. بلكي لأنه وضعها سيء هلأ، ما قدرت تشتري شيء ولهذا السبب ما اجت. شو بعرفني؟ مرحبا روبن هود، حلو كتير. طول عمري بحب هالشخصية، بس حسب يلي سمعته عنك انت مالك علاقة بهالشخصية لا من قريب ولا من بعيد. بس لا بقتلك كتير، بتحب تشرب شي؟ بصراحة لو وحدة غيرك سألتني إذا بحب اشرب كنت قلت لها ما بدي اشرب. وشو السبب؟ لأني متأكد إنه أنت الشخص الوحيد الموجود بهذا المكان اللي ما راح يضف لي سم على مشروبي. برأيي لا تكون متأكد لهالدرجة، لسه ما بتعرفني منيح دولجا. أنت كمان ما بتعرفيني منيح، بس بصراحة أنت عطيتيني الحظ، وغير هيك لو كنتي مجنونة كنتي حطيتي لي السم وما كنتي ضمطي لي الجرح. طيب بلكي أنا هيك؟ ما بعتقد، لأنه أنا بكون المجنون الوحيد بهي القصة. عن جد؟ طبعاً. إيه قدير، شو الزي اللي ممكن تلبسه بهيك حفلة؟ أنا ما بحب هي الحفلات. يعني أنت تقيل وعاقل؟ يعني. قدير شو رأيك ناخد صورة مشان تضل ذكرى لهاليوم؟ ماشي، بس بشرط تبعتي لي إياها. ليش؟ بتصير تشوف صوري وأنا غايبة؟ إيه بشوفهم. حاجتك بقى، عم تمزح مو هيك؟ لا عن جد كتير بشوف صورك. طيب تعال. شو صار لك فجأة؟ قدير بابا كان عم يطلع لهون وأنا ما بدي تصير أي مشكلة هلأ. إيه طيب رح أروح لك. تمام، بس ارجع كمان. إيه أكيد، يلا بشوفك بعدين. اختاروني السنة الماضية لأكون الملك، لنشوف مين رح يكون هالسنة. أنا ما فهمت كيف بتصير، الكل بيترشحوا لهالمسابقة؟ إيه؟ اسمعي، تخيلي إنه كل يلي موجودين هون مرشحين، وبعدين كل واحد بيصوت للشخصية اللي بتعجبه، ويلي بياخد أكتر أصوات بيربح. فهمت، بلشت أتحمس. برأيي أنت رح تصيري الملكة. ليش؟ يعني في كتير بنات تانين هون. لأنه عيني ما بتشوف حدا غيرك، ولهالسبب ما بفكر بحدا تاني منوب. أنا كتير بحب هالموسيقى،
لو سمحتي ممكن ترقصي معي يا ملكة مدرسة أتمان المستقبلية؟ طبعاً يا ملك مدرسة أتمان. ما بدك ترقصي سوسن؟ ايه بدي ارقص، بس ما حدا عم يدعيني على الرقص. تعالي بس لا تعصبي اذا دست على رجليك. ما رح اعصب. لا تهربي، لا تخافي، أنا ما رح أقول شي. عفواً، شو اللي قصدك تقولي سوزان؟ أنا ما بهرب من حدا ولا بخاف بنوب. آه، أي طبعاً أنت هيك، بس إذا قدرتي أنه تهربي من الناس ومن أفكارك، يعني إذا نجحتي أنك تهربي من حالك كمان، فوقتها أنا عن جد بقلك برافو. أنت شو عم تخبصي هلأ؟ شو اللي عم تحاولي تقولي؟ أنا ما عم بفهمك أبداً، بس بكل الأحوال أنا ما عاد أوقع بقلاعيبك وحيلك. لو سمحتي رجاءً سوزان، ممكن تضلي بعيدة عني؟ أي طبعاً أنا رح أضل بعيدة عنك نبهات وما رح أقرب منك. شي يوم إذا أجيتي على بابي وقلتي إنه هاكف كذاب ومحتال كتير، وصرتي تبكي عندي وزتتي حالك على الأرض قدام رجلي، وصرتي تضربي راسك بالحيطان وتقولي إنك ندمانة، ساعتها أنا رح كون بعيدة عنك، فكوني متأكدة. شكرا. عم يقولوا انه هي حفله تنكريه، بس هنن اساسا دائما بالمدرسه لابسين اقنعه. كيف يعني؟ انا رح اقول لك، كل واحد بهالمدرسه عنده سر غريب، بس بنفس الوقت كلهم بيتصرفوا وكانه ما في شيء ابدا، وكانهم مبسوطين كثير. خير ان شاء الله. شو عم يصير هون؟ ولا شي. بتحب تشرب شي؟ هالشيطان عم يضايقك شي؟ عم تسأل إذا عم ضايقها؟ شو رأيك؟ لا ما عم يضايقني، بس عم نحكي. أنا بنصحك تبعد عنا، لأني ما بحبك أبدا. وعمر كمان ما بيحبني كتير، هو بصراحة معه حق بهذا الشي، بس هو من الشباب الصريحين، يعني ما بيخبي أي شيء عن أي حدا، هو واضح. برافو عليك. يلا روح من هون ولا تساوي مشاكل. يلا يلا. نبوش مشان الله دوروك، شو اللي عاجبه بهي البنت؟ فهميني، انا ما عم صدق انه معجب فيها لدرجه انه يترك ابوه وامه ويضل ملزق فيها. خلص انسى، تركك من هي البنت. اجت سوزان لهون، سمعتني شويه كلام مو حلو، تلفت لي اعصابي. شو قالت؟ شو قالت يا ترى؟ نفس الحكي مره تانية. انت الثانيه مو معقوله لساتك عم تسمعي كلامها، دائما بتزعجك وبتعكر لك مزاجك. استغفر الله. وليش لحتى اسمعها يعني؟ هي وقفتني فجأة وحكيت كلام فاضي وراحت. برافو عليكي. حبيبتي أنا رح صوت لك لتكوني الملكة. ما
ما بعتقد رح أكسب غير هالصوت. يا بنات، أكيد عم تقولوا إنه هاريكا هي رح تكون الملكة لهالسنة، لأنه أنا كمان كنت السنة الماضية الملكة بالحفلة التنكرية. ولازم تفهموا شغلة مهمة، إذا أنا أجيت معكم بسيارة وعم أقضي شوية وقت مع أوجان، أصحكم تفكروا إني نزلت لمستواكم. شو اللي عم تقولي هاريكا؟ أنا ما فهمت عليكي. إيه طبعاً، أنتِ ما عم تفهمي بنوب. عم تستغلوا الفرصة لأني عم أقضي وقت معكم لتشوفوا حالكم. اسمعوني، أنتوا رح تضلوا مذلولين ورح تضلوا أولاد المزابل. ما ارتفع مستواكم لأنكم عم تقضوا وقتكم معي. هاريكا مشان الله، شو هادي اللي عم تخبصي؟ خلص آسيا، هي عم تدرس بالمدرسة بمصاري عمر، وإجت على الحفلة بفضل أوجان، ونحن ما عم نفتح تمنا بحرف، ولساتها عم تشوف حال علينا. شو هاد اللي عم تقولي وليه؟ مين أنت اللي تحكي معي بهالطريقة؟ يلا روحي من هون هاريكا، روحي. خلاص اهدي حبيبتي، تركني. طول الوقت بتحاول إنه تزلنا وبتقول علينا إنه أولاد المزابل، مفكرة حالة شي شغلة. أنت عم تشتكي علي لحبيبك ما هيك؟ اشتكي، بيعطيني شوية مصاري وبسكتني. تعملها ما هيك بير؟ شو عم تقولي؟ اسكتي وبلا حكي فاضي. ليش؟ أنا عم قول الحقيقة وبس. يي؟ ليش يعني مو أنت وأبوكي أخذتوا المصاري منه؟ أوه طبعاً، لقيته جاجة بتبيض ذهب. مفكرتيني ما بعرف شو اللي عم تساوي وجاي عم تزتي هالكلام. هاريكا رجعي لوعيك وإلا بضربك. أخ يا ويلي خوفتيني، سمعت حديثكم مع أبوكي. مو بيرك هو اللي عطاه مصاري مشاني أنقذه؟ يا عيني يا عيني، أنا كنت عم أقول لحالي كيف المريض النفسي الأحمر انتقل فجأة لطرف الأشخاص المناح؟ ما عم أقدر أفهم شو يلي صار فجأة لحتى ضليت أنا الشخص الوحيد السيء بهالمدرسة. خراس وبلا حكي فاضي، نلع لشوف. معقولة تنسى بهالسرعة؟ ها؟ مو أنا وأنت اتفقنا مع بعض وكسرنا عرباية الرز تبع عمر وقدير؟ ولما كنت عم أضرب قدير مو كنت قاعد بالسيارة وعم تتفرج علينا من بعيد؟ هم؟ شو صار لما دفعت المصاري انمسحت كل ذنوبك يا رفيقي؟ لما شفت قديش انت وسخ وحقير تغير كل شيء بالنسبة لي، وانا كتير تغيرت كمان. طبعا طبعا انت تغيرت، مصاص الدم صار قط صغير بحب المساعدة. اكيد هي وابوها تشكروك على المصاري وانت كتير مبسوط. لك خرسي وحاش تحكي. خلاص بكفي بقى. رجاء لا تواخذني اوجان لانه خليت اختك تعصب، بس بيرك بيحلها. هو عطاها مصاري وبيقول اسكتي يا ابك وهي بتسكت. انت مو هيك ساوي؟ لانك غبي ومجنون. لك يلا انقلع من قدامي احسن ما اضربك. خلصي انت بقى، ايش يا ابني المذابه؟ انت شوي انت وين بدك تنصح؟ ما رح تخلصني لرفيق؟ مين مفكر حالك لتضلي تسمعيني هذا الحكي؟ كفي وين بدك؟ يلا بقى شو عم تسوي؟ وقفوا شوي. تركوني حبيبتي، خلص طولي بالك ما تعملي هيك. غبيه ابيك مش خلص الله خلص. وانت على شو عم تضحك؟ لازم تكلي عم تضحك. تركوني بدي اقتله. ليش عم تضحك بدك؟ انت على شو عم تضحك؟ احكي على شو عم تضحك. شو صار؟ شو يعني ضايقتك لما بينت لك وساختك؟ بكفي بيرك، اهدى شوي. لساتها عم تضحك. خلص بكفي، اهدي شوي. معقوله ما بتخجلوا من تصرفاتكم؟ انتوا اولاد مدرسه اتمان الخاصه، بتليق فيكم هي الحركات السخيفه؟ عن جد عيب عليكم، ما بيصير هذا اللي عم بتساووه. ماشي انا فهمان، لساتكم شباب ودمكم عم يغلي، بس معقولة يعني تتصرفوا بهي الطريقة؟ انتوا المفروض تكونوا مبسوطين كتير هلا وعم تقضوا وقت حلو بهي الحفلة مع اساتذتكم واهلكم وكل رفقاتكم اللي بتحبوهم، هذا اللي بدي لكم اياه بهي اللحظة. لك انا ليش اخذت الميكروفون هلا بتعرف شي؟ التصويت خلص وبدك تخبرهم بالنتيجة؟ يا عيني عليك، شكرا. خلص التصويت وبدنا نعلن النتيجة وانتوا قاعدين عم تتخانقوا مع بعض؟ هلا نحن رح نعلن عن الملك والملكة اللي هن رح يكونوا نجوم هي الحفلة. ايه اجينا للحظة المهمة، بما أني مؤسس وصاحب مدرسة أتمان الخاصة، أنا أخذت هاي المهمة اليوم. رح أعلن هلأ عن الملك والملكة، بس بعد إذنكم بدي أقول شغلة صغيرة. بالنسبة إلي ملكة حياتي الوحيدة شي أكيد نبهات خانم.
نبهات خانم، ممكن تعطيني الظرف لحتى أقول نتيجة التصويت لحتى نعرف مين هن الملك والملكة بهالحفلة؟ أنا بتشكركم كتير. بالأول خلونا نعلن عن ملكتنا، رح نبلش. ماشي؟ تمام. من هون؟ أيوة. أعزائي، ملكة الحفلة التنكرية الخاصة بمدرسة أتمان لهي السنة وحسب نتيجة التصويت سوسن كيليش هي الملكة. مبروك يا بنتي، تعالي لهون. أنا الملكة؟ هالشي بفضلك عمر، بتشكرك كتير. لا، السبب إنك حلوة. طلعي لفوق. مبروك يا بنتي، تعالي لعندي. يلا نشوف. امسك هالظرف وهلأ الملك. يعني بالنسبة لملك هاي الحفلة أكيد بتتذكروا إنه السنة الماضية رفيقكم ابن دوروك هو كان الملك. وقتها هو قال لي قدام الكل إنه أنا الملك الأساسي بحياته. إيه طبعاً بالمكان اللي أنا بكون فيه أنتوا كشباب بتكونوا أمراء. بس أنا رح أعلن هلأ عن ملك هاي الليلة. ملك الحفلة التنكرية الخاصة بمدرسة أتمان حسب تصويت الأغلبية. دن 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 عمر، آرن، سمعونا زعفة قوية. أنا؟ هنيك يا ابني. إيهاد هو أخي حبيبي، يلا. ابني عمر هو الملك. تمام نبهات خانم، حطت التاج على رأس عمر. إيه والملكة جنبه؟ يلا لشوف، تمام. مثل مو شايفين الملك والملكة حلوين ما شاء الله. تمام، منرجع هلأ للحفلة، بس قبل هالشي يمكن الملك والملكة بيحبوا يقولوا لنا شي أو يوجهوا لنا رسالة بهي المناسبة، وأنا رح أعطيهم الميكروفون وأتمنى لكم أحلى وقت يا حلوين. يلا لشوف. مساء الخير لكل الموجودين. أنا جايبة معي ظرف مفاجأة ورح أفتحه قدامكم. سوزان، أنت شو عم تساوي؟ عاكف؟ يا ترى أنت مستعد لهي المفاجأة؟ أكيد كلياتكم بتتذكروا إنه عاكف أتاكل قدام الكل بمثل هيك مناسبة حلوة بالمدرسة. أعلن إنه رفيقكن عمر هو بالحقيقة بيكون ابني. سوزان، لا تخبصي رجاءً. هالمرة أنا كمان، وأنا هالليلة رح أتصرف مثل السيد عاكف وأقدم له نفس المعروف. يعني رح تكون مفاجأتي يا أعزائي إنه في أب هو وابنه رح يجتمعوا مع بعض هاي الليلة، وكلنا رح نكون شهود. سوزان، سكتي ولا تحكي. وقف عاكف، خليها تحكي. في بين إيدي نتائج تحليل الحمض النووي. عاكف أتاكول طلع عنده ابن من علاقة مو شرعية، والولد موجود معنا بهي الحفلة. حبيبي كاهان، فيك تعانق أبوك يا ابني.
gün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.